نحييكم من ورشة الخبير والوصلة محمد يقدم خدمات مجانية ويا تبديل الدهن. راح يغسل لنا الماكينة بها تراب بها وصخ الدنيا مطر وعلى الغسة هاي تجي مجانا. هذا الهواء وهو يعرف شلون يحافظ على العقل. قرب هذا العقل مال السيارة إذا دبيت عليه مي أو زاي بعد هذا حدنا هو بعد بس هو يتحمل مسؤولية الماكينة. ما شاء الله عيوني راح نخلي علاقة على العقل. احنا لا راح نستخدم لك مواد آمنة ومضبوطة 100% من شركة إكسابا ما يحتاج لها مايات ولا شيء. هذا تلميع للبدنة البلاستيك لأن هاي دائما يصير جربة حتى لا تصير المي زاي تبقى مشولحة. هو راح يصير لك فيها لمعة شلون الملمع ما تدش بوه. هذا يجدد البلاستيك ويرجع جديد. رجع جديد. شديدة تقرب راويهم يا عم غير راويهم سواد يتكلم سواد. هاي هاي خيط دي علامة تويوتا احترموا اليابان احترمهم. ريحتهم ليمون. مختصين من الليمون. التلميع ليمون. بابا رجع المحرك تقول بتشيز سيارات يضربوها ايضا زاي. عاشت الايادي صيانه كامله للسياره حتى الدهن برايك وفحصوه مي الراديتر تكييج التيارات حتى يمسحون لك المحرك يرجع تقول بتشيز والهواء وتلميع. تكييج التيارات ايضا على الرقم 36 يعني 36 ابد الطاقه وين ويا الدشبول. والله مو مثل هذا ابو هيجي ابو الدويره كل واحد يقرا على مونتي كارلو. الساعات تغلط مرات اذني يا ساعات اقول له عمي زايد قال يلا واحد ما يصير قال روح الله بس هذا جهاز ما يقبل غلط يقرا الكتروني مع ورشه الخبير وعندنا وكاله من هولندا. لاحظ عزيزي المباوع الله باوع الدشواري باوع اللوكات باوع خسر معليش باوع طعجه كابتن باوع دين دين احنا مباعين ما منطش ابو عان هذا اصلي باوع هي صح تخسفت زين بس بعد اللمعه الفوق بعدين باوع 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 ما شاء الله باوع باوع صار لو كوبري صار صفر صفر ثمانية صار باوع 40 صفر 40 صفر 40 اقرا اكسادو والنعم باوع هذا الدهن مال ايش؟ مايباخ مال مايباخ مال السياره اللي تقمص وايضا مال السياره النوع تشارجر مو هيمي والنحله هيلكات عافيه هيلكات هذا جبل بالشمال هيلكات عافيه واحلى رماش مع الخبير شوف